احمد بخصوص الشقه عم يكذب عليكي، ابصر لشو عم يخطط. هذا بده يحتكرك لحاله، لانه هذا الرجل اهدافه وضيعه وانانيه وتافهه، اما انا فعم بشتغل لمصلحه الحاره كلها ولحتى ما يصير اي تسلط اخطبوطي عليكي. يا عمي تشرطوا حناكي من النعاس، وإذا حكيك ما خلص هات من الاخر وقامتوا خلصت. ارجع. انا وماما عايشين بشقه صغيره لحالنا، وبشرفني اني اطلب ايدك على سنة الله ورسوله. ها سلم لي على الماما. لكن خرجك الله لينك. أعوذ بالله. أهدافي وضيعة ما أنا برجي. أنا عمك أبو قاسم. اسمي عمي. أهلا وسهلا، تفضل. والله تفضل. لا 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 أكيد، يعني أنت نعسانة وبدك تنامي. يعني هو من جهة أنا نعسانة، نعسانة مفورطة من نعسي، بس كرمالك إيه. والله 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 بسهر للصبح. شوف المحورة، أشوف فتحت الأبواب. لك لأن مو قايمته من أرضه ما بيخوف. ها يعني أنت قايمتك من أرضك. صدقيني أنا من زمان مخبي لك يا. كنت عم أنتظر مناسبة. أخيرا قلت لحالي يا ولد يا أبو قاسم، يعني حمل حالك وخذه للآنسة دنيا. إيه استنغصت لك فيه. إيه استنغصت لك حي أمسك قروني يا حق. خيرك يا عمي ابو قاسم، والله ما بريد غير سلامتك. الله يسلمك، يعني هذا الامل. بس يعني انا جاي حابب اقول لك يعني كلمتين. امرني عمي ابو قاسم. ما يامر عليك يا ظالم، بدك تديري بالك. ها كل اهل الحاره عم يحاولوا يلفوا حواليك. ايه عرفت شلون؟ ان كان هذا ابو احمد النسناس، نعم، ولا ان كان سميح الجربان، ولا ابو رامي هذا اللي عينه زايغه، صار ما صار انا بيتي بخدمتك. كتر خيرك يا عمي ابو قاسم، والله خجلتني يعني، ومالي عارفاني كيف ارد لك هالجميل هيدا. الله يرضى عليكي، انت وقفتك معي اليوم بتسوى مال الدنيا كلها. اي والله. لعيوني يا عمي ابو قاسم، شو مفتكر حالك يعني؟ شو هادلون؟ هدول الكوميسيون هدول. اعوذ بالله يا عمي ابو قاسم، ردوا لنا جيبتك، ما في قرش منهم بيدخل علي. الله يرضى عليكي. قصيدة يا بنتي يا دنيا قصيدة. تصبح على خير عمي. وانت من أهل الخير. سمعت؟ يا حسبت عليك يا أبو غازي. شو عم نسوي هون؟ مثلنا مثلك يا ابو قاسم الجربان، عم نستنى زبون الرابع لنشوف منو هو. 60 جربان. انا نسناس يا حربايه، انا بوريك. لا ويلي على هالليلي. مين؟ افتحي افتحي، انا ابو رامي. معقول هيك؟ معقول تحكيني من ورا الباب؟ نعم. تفضل. جبت لي الصور؟ معقول هيك؟ معقول تفضحيني قدام اهل الحاره كلها وتقولي لي شو صار معنا بالمستشفيات ويا؟ يا عمي ابو رامي ما تواخذني، يعني هن سالوني وانا جاوبته. بس انت هيك ضربتيني برستيج، صار لي عم ببنيه من فوق 35 سنه بالحاره. سربتيج. سمعت هالكلمة اليوم أنا. سمعتيها؟ مين قال لك يا غيري؟ الأستاذ سميح. الواطي الحقير الندل. ما قولي لا تخليني واقف على الباب، ما تقولي لي كلمة تتفضل. لا يا عمي أبو رامي، يعني حضرتك كلك ذوق ومفهومية، معقولة تتفضل لعندي بهالوقت؟ بتلاقيها حلوة أنت، حط عينك بعيني حلوة. معك حق، معك حق.
الان الغرفه صغيره عليكي. انا عم فكر اني وسع العمر امر لي شي اوضتين هون. ابو رامي انا لازم احط نهايه لهالشغله هي. انا من الاول كان قلبي ناقذني. بسم الله بسم الله. شو هاد اللي في على السطوح؟ نحن شو عم تسوي هون؟ عم نستنى واحد رابع مشان نلعب طرنين. بس 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 ب